حافظ ابن حجر قال: اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب كل رجل يسأله على قدر ما هو فيه من العلم، بقدر ما به من الحاجة. فإذا اختلاف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال الواحد، لأن هذا يختلف باختلاف حال السائل، اختلاف حاجة السائل، اختلاف قدرات السائل. فإذا دائما التفضيل يكون في التفصيل، التفضيل يكون في التفصيل. فمن أفضل، الاستغفار أم التسبيح؟ فقال أهل العلم: الاستغفار صابون العصاة، فمن كان عاصيا في نشأته وفي شبابه فليكثر من الاستغفار، بينما من رزق طاعة في شبابه فقال: والتسبيح طيب الصالحين. فإذا يختلف من شخص إلى آخر. فدائما إخوتي في الله، إجابات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تختلف من شخص إلى آخر، مع أن السؤال واحد. السبب هو اختلاف حال وحادث الشخص السائل.